لاني محمد ستان جوار سيليكسيونر المغرب اتليتيزم كنلعب مع جامعه المعاقين في المغرب. اليوم جيت نتطرق لواحد الموضوع مهم، علاش لي زانديكابي كيعانيو معاناه كبيره في الدخول للتيران؟ علاش ما يخصوش لهم ابواب ديالهم خاصه بهم؟ اليوم كنا كنهضروا مع الاصدقاء انه كيهضروا علاش ما نقادوش الانسان بانه يدخل يولج للملعب عن طريق التذكره ديالو، ولكن بالنسبه لنا حنا اش من باب غندخلوا كمحبين الانديه ديالنا، كمحبين الرياضه في المغرب، وكنا نتشجعوها وكنتمناو ان الرياضه ديالنا توصل لواحد المسار اللي يكون مهم.